مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما واحد من أعرق المهرجانات السينمائية المصرية، وللحقيقة بنكون فخورين بيه دايما، خاصة بعد وصوله لدورة 71، وكانت طبعا شاهدة على تاريخ كبير جدا من الأفلام المصرية. صحيح، من أعرقها فعلا شاذلي، هو ابتدى سنة 1952، فهو مش بس أعرقها في مصر، ده في الشرق الأوسط. الحين وهذه النسخة الجديدة من المهرجان شارك فيها 5 أفلام اختارتها اللجنة العليا من بين 25 فيلم. خلال الفعاليات تم منح جوائز الريادة السينمائية لعدد من النجوم اللي أقدموا أو اللي قدموا رحلة عطاء فنية كبيرة، زي الفنانة سهير رمزي، النجم يحيى الفخراني، كمان النجم محمود حميدة، الفنانة هناء الشربجي، وكمان تم تكريم المخرجة إنعام محمد علي والفنان سامي مغاوري. تفاصيل أكتر عن المهرجان في سياق هذا التقرير. بعد أسبوع من الندوات واللقاءات، اختتمت فعاليات الدورة 74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري الذي يعتبر أحد أعرق المهرجانات بمصر. شارك في دورة هذا العام 5 أفلام اختارتها اللجنة العليا من بين 25 فيلماً عرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين تم عرضهما عبر المنصات. الأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي ليلة قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، فيلم 11-11 للمخرج كريم أبو زيد، فيلم حدث في 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، فيلم كاملة للمخرج جون إكرام، وفيلم الباب الأخضر للمخرج رؤوف عبد العزيز. ومنح المهرجان في دورة هذا العام جوائز الريادة السينمائية لعدد من النجوم الذين أضاءوا شاشات السينما خلال رحلة من العطاء، وهم النجم يحيى الفخراني والنجم محمود حميدة والفنانة هناء الشربجي. كما تم تكريم المخرجة إنعام محمد علي والفنان سامي مغاوري، وكذلك تم منح جائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح وجائزة التميز الإعلامي للإعلامي محمود سعد.